فذكر حديث إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، رواه أحمد وأبو داود وسنده ضعيف وحسنه بعضهم. والعيافة هي زجر الطير، والعيافة هي زجر الطير للتفاؤل والتشاؤم بأصواتهم ومراتهم، وسيرد معنا إن شاء الله في باب خاص. والطرق هو الخط، يخط في الأرض، والضرب بالحصى، وفيه دعوة علم الغيب وتكهن، وهو مما يدخل في السحر باعتبار أنه خفي السبب، يعني يجمعها الخفاء والتأثير، الخفاء والتأثير. الطيرة التطير والتشاؤم سواء بالأشخاص أو بالأزمان أو بالأرقام أو بغير ذلك، كما سيرد معنا إن شاء الله تفصيله. قال من الجبت، يعني من السحر. الجبت في الأصل هو الشيء الذي لا خير فيه، معنى العام الجبت الشيء الذي لا خير فيه، يعني الشيء الرديء، الشيء الفاسد. وقال حسن رنة الشيطان، الرنين والصوت. يقال إن إبليس رن أربع رنات، لما لعن وحين أهبط وحين ولد النبي صلى الله عليه وسلم وحين نزلت الفاتحة. جاء هذا عن مجاهد وأبي هريرة عند ابن أبي شيبة.